كتحمقني انا اصلا، شحال ما قديتي انك تخليها فمزيان. غسلت وجهي، عفتي يا البنات على رطوبيه ناري يا البنات، غير جربوا هاد الوصفه وغير جربوها انتم، شنو خاسرين انتم يا البنات؟ ها انتم حك ديال الياغورت كتخرجي منه فريمون احسن وصفه في الترطيب، احسن وصفه في توحيد البشره، احسن وصفه في تفتيح لون البشره، في نعومه البشره، في نضاره البشره، فريمون وصفه واعره بزاف. راه انا خليتها كما قلت لكم، مشيت قضيت واحد الغويريض وعاود جيت عاد كملنا الفيديو. مساء الخير عليكم بنات، كيف دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ مزيانين هانيين؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال، وشكرا على المشاهده، وشكرا على اي حاجه زوينه، شكرا على لي كومونتير، كنسلم عليكم كاملين، كنسلم على اي مغربيه كانت في اي دوله ولا اي مغربي كان في اي دوله، انا كنسلم عليه وكنشكرك حيت مشترك عندي ولا مشتركه عندي في القناه. كنسلم على الناس ديال الجزائر، كنسلم على التوانسه، على الدول العرب كلهم اللي دايرين ليا اشتراك ويعني متبعيني، فكنسلم عليكم، كنشكركم بزاف. ومن هاد المنبر من هاد المنبر اخيتي نقولها لكم من الاول ما خلاش تلخر، اي واحد مشترك عندي وما كيوصلوش الفيديوهات دياولي يحيد الجرس ويحيد الاشتراك ويعاود يردهم، وهكا فيما غادي نحط انا شي فيديو راه غادي يوصلك انت الاول اولا انتي الاولى. فاي واحد بغى يشترك ضروري يفعل داك الجرس باش هكا يبقى يوصلو الفيديو، يعني فيما نحط انا فيديو غادي يوصلك سوغ بلاص، يعني في البلاصه. لان مؤخرا لاحظت ان كاين شي خلل، اما من اليوتيوب، اما من الناس ما كيوصلهمش الفيديوهات، اما مني انا، اولا ما بغيتوش الوصفات ولا مهم اي حاجه قولوها لي في لي كومونتير، حتى الا بغيتوني نزيد شي محتوى واحد اخر اولا نزيدكم شي حاجه واحده اخرى ابار الوصفات قولوها لي، ومرحبا و الف مرحبا. بغيتو نبقاو في الوصفات وكيعجبكم هذا الشيء اللي كندير، فعفاكم تعاونوا مع اختكم فاطمه الزهراء وحاولوا انكم تشوفوا شنو المشكل. لما كانوش كيوصلكم فيديوهات حاولوا انكم تفعلوا لي داك الجرس اولا تحيدوه وتعاودوا تفعلوه، هكا فيما نحط شي فيديو غادي يوصلكم نتوما اللوالا. الغزالات زوينات البقوصات ديالي، شنو جبت لكم اليوم؟ اليوم جبت لكم واحد الوصيفه يا اختي، واحد الوصيفه معتبره، واحد الوصيفه ما منهاش جوج، واعره بزاف، كترطب قماش في نفس الوقت، كتفتح لون البشره، كتخلي لك واحد الريحه زوينه في الوجه ديالك، كتهيئك لك انت باغا ديري الماكياج بها، كتهيئي البشره باش الا بغيتي ديري ماكياج ولو يكون غير فون دو تان، غير فون دو تان اقل وابسط حاجه اللي هي الفون دو تان، الا بغيتي ديريه راه لابو خصها تكون ليس، خصها تكون ملسه نقيه زوينه واجده لداك الفون دو تان. اما الا كانت البشره ديالك موسخه ومهلوكه فبلاش عليك داك الفون دو تان وبلاش عليك داك الماكياج كامل. فهاد الوصفه انا كنديرها صراحه مني كنبغي مثلا، المهم انا كنديرها مني كنبغي مثلا نوجد وجهي الماكياج، ولا مثلا ما نبغيش كاع انا ندير الماكياج خص وجهي يكون تيبان زوين بلا ماكياج. فهاد الوصفه فريمون طوب كود كور بالنسبه ليا، زوينه بزاف غادا تعجبكم. ننتقلوا نشوفوا المكونات ونعاودوا نرجعوا، خليكم معايا ما تمشيو فين، مي قبل ديروا لايك ونمشيو نشوفوا دابا المكونات. عفتي هاد الوصفه، عفتي هاد الوصفه يا البنات شحال خطيره. هاد الوصفه راها واعره بزاف بزاف، غادي تستافدوا منها بزاف خصوصا في هاد الجو هذا، لانها مرطب وفي نفس الوقت قماش، وكتخلي البشره ديالك على مزويناتها وكتخليها رطبه وكتخليها صحيه وزوينه ومبهجه وفيها واحد النضاره اللي واعره، وكتفتح كذلك لون البشره، يعني كتفتح مزيان لون البشره. غادي نحتاج ياغورت كما كتشوفوا، ياغورت البنات انا راني مستعمله منه بحال غادي نقول، غادي نحتاجو نص ديال الحب كما كتشوفوا، غادي نزيدو عليه معلقه ديال النشا، معلقه ديال النشا البنات ياك، وغادي نزيدو عليه كما كتشوفوا البنات زدنا معلقه ديال النشا. من بعد كنحرك كل شيء
هاد الوصفة واعرة 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 بزاف 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 بزاف، كتعجبني انا بالخصوص، ونبغيكم صراحة تجربوها. كنحرك البنات دانون، دانون انا ما كيخطانيش لانه فريمون زوين صراحة في الوصفات ديال التبييض كما كتشوفوا. من بعد شنو اللي غادي يخلي لي هاد الوصفة على شكل قماش؟ النشا كيبيض، ولكن اللي غادي نزيد دابا هو اللي بالنسبه لي انا الكود كور ديال هاد الوصفه، اللي هي البن اولا القهوه. القهوه البنات كافي، غادي ندير معلقه صغيره، عرفتي ريحتها كتشق الراس صراحه يا البنات، بحال هكا يعني. كل شيء كديروه في الحك ديال دانون، ما تحتاجيش تمشي تجيبي زلافه ولا، كلشي في دانون البنات. ها نتوما واعره يا البنات هاد الوصفه، غير جربوها راه كتخلي البشره واعره والريحه خطيره كما كتشوفوا. ها نتوما الريحه ديال الوجه ديالك كتبقى زوينه، ما يصلحش تغسلي بشي غسول ولا شي حاجه ولا بالصابون، تتغسلي غير بالماء كتبقى ريحه القهوه زوينه. نتوما عارفين هذا الجو هذا لابو كتقشر البنات، فضروري تبقاو ديروا بحال هذا النوع الوصفات اللي كتكون داخله فيهم القهوه كما كتشوف. فهذه البنات غادي نخليها حتى تركز فيها القهوه مزيان عاد غادي نستعملها، ما يصلحش تستعملها يعني كي تخلطيها كي تستعمليها، لا هذه كتزيد يعني اللون ديالها كيتغلق اكثر من هكا، والقهوه كتطلق فيها وانت كتستافدي كتستافدي منه. المهم دابا غادي نخليها شويه عاد غادي نديرها انايا، نمشي نقضي واحد الشغيل عاد نرجع عاد نديرها ان شاء الله، وعاد نكمل معكم الفيديو. يلا خليكم معايا وما تمشيو فيه. نتوما يا البنات ها نتوما حك ديال الياغورت كتخرجي منه فريمون احسن وصفه في الترطيب، احسن وصفه في توحيد البشره، احسن وصفه في تفتيح لون البشره، في نعومه البشره، في نضاره البشره، فريمو وصفه واعره بزاف. راه انا خليتها كما قلت لكم مشيت قضيت واحد الغويريض وعاود جيت عاد كملنا الفيديو. المهم الزوينات، اول حاجه اللي غادي نقولها على هذه الوصفه هي ان هذه الوصفه هذه البنات ضروري تكوني غاسله وجهك، ما تكونيش دايره قد هكا ديال الماكياج اولا قد هكا ديال الفوندو تاع ولا شي حاجه اولا كريمه ولا اي حاجه. المهم لابو خصها تكون نقيه وزوينه. من بعد كديري هاد الوصيفه هذه، وبطبيعه الحال ما كديريهاش غير لوجهك، كديريها لعنقك ليديك الجسم ديالك، الا بغيتي مثلا يعني تدوشي ولا شي حاجه واعره بزاف بزاف فنه نعيا ما نشكر فيها، واعره يا البنات واعره واعره بزاف. غير جربوها غير جربوها وردوا عليا الخبر كاش حسي بداك بديك القهوه هكاك دايره بحال شكل الرمله يعني كدور لك في وجهك، كتقومي بها هاد البلايصات هادو ركزوا لي عليهم، تتجمع لينا فيهم ديك القشيرات الرقيقين. كذلك هاد البلايصه هادي البنات اللي عندهم الحبوب تحت الجلد، داك الحبوب الرقيق اللي كيجي مثلا من العرق اولا دابا البافيط، ولا كدير مشكل يعني البنات ولا الدراري اللي عندهم بشره حساسه كتنوض ليهم الحبوب، داك الحبوب كيكون رقيق كينوض تحت الجلده. فحاولوا انكم تستعملوا بحال هاد الوصفات اللي كتكون فيهم القهوه، يعني وصفه فيها القهوه اولا فيها شي حاجه حرشه اللي كتكون بحال شكل القوماج، اولا استعملوا هاد الوصفه هذه راها واعره افيكاس يعني كتنقي من داك الشرفة. ها نتوما يا البنات، وانا قلت لكم هاد الوصفه ما يصلحش انك يعني ملي تبغي تغسلي وجهك ديري مثلا شي غسول ولا شي حاجه، لا لان هي اصلا في حد ذاتها راها يعني كتنظف، يعني مادام انك دايره وصفه على شكل قماش فهي اصلا راها كتنظف. ها نتوما يا البنات قومي مزيان مزيان واعره صراحه،
ونعيشة. اصلا القهوه منشط، فكتخليك صراحه بديك الريحه ديالها تبقي ناشطه. هانتوما يا البنات، قومي ولي يا دوك اليدين، راه كيوليو كارمين فهاد الجو، كيوليو على مزيناتهم. هانتوما يا البنات، قومي ومزيان. عرفتي شنو؟ اقسم بالله، يعني انا ما كنبغيش نحلف على الوصفات ديالي، ولكن راه ما نكذبش عليكم، اقسم بالله الا عرفتي شنو، غير جربوها وردوا عليا الخبر. عرفتي مني كتغسليها على رطوبه كتولي في لابو ديالك خطيره. هانتوما يا البنات، خليها خليها في، انا ما نقولش لك خليها ربع ساعه ولا لا، خليها شحال ما قديتي، شحال ما قديتي انك تخليها في لابو ديالك خليها. علاش؟ لان لابو في هذا الجو خصها تشرب واحد الكميه كبيره من الماء، سواء نشربوه او لا الخلايا البشره ديالنا تشرب، يعني تستافد. فهاد الوصفه هذه غنيه بالرطوبه، فخصني نخليها يعني في لابو ديالي شحال ما قديت، باش الخلايا ديال البشره ديالي كتستافد، كذلك الخلايا ديال اليدين دياولي، او مثلا هاد البليصات هادو كيكونوا شويه قاصحين وكارمين، فخصهم يرطابوا ويستافدوا. هانتوما البنات، زوينه وواعره، كتحمقني انا اصلا شحال ما قديتي انك تخليها، فمزيان. هانتوما واعره واعره واعره، ديك الدريلي اللي شفتيها دوش على اختكم راه بيله حميمقه. المهم بنات، غادي نخليها اختي تستافد مزيان منها، تتقنطني بهذا المفهوم، عاد نوض نغسلها ونرجع مع الزوينات ديالي. الغزالات، انا رجعت معاكم بعد ما غسلت وجهي. عرفتي البنات على رطوبيه ناريه البنات، غير جربوا هاد الوصفه وغير جربوها، نتوما شنو خاسرين؟ القهوه كاينه في الدار، دانون لا ما كانش غتجيبيه الحانوت غير حداك، شنو اخر؟ النشا حتى هو راه كاين، يعني كلشي هاد المكونات كاينين، غير جربوهم جربوهم على العار. عرفتي على رطوبيه دابا كنحس بيها قسما بالله، الا واعره وكانني دايره شي كريم، ولا اقسم بالله ما دايره لا كريم لا شي حاجه، واحد رطوبيه اللي خطيره. وانا كنركز وديما كنقولها لكم، مني بدا البرد قلت لكم البنات غادي نركزوا بالخصوص على هاد الجو اللي حنا فيه دابا، لانه كيقشر لينا الوجه ديالنا، كيكرم لينا الوجه ديالنا يا اختي كيكرمو. الفيديو الجاي غادي يكون واحد الوصفه ديال مورد الفم وفي نفس الوقت مرطب، ودائما كنبقاو في هذا الموضوع ديال ان هذا الجو هذا راه كيخسر لينا البشره ديالنا، كيدير لينا المشق، الا كنتو كتسمعوا بالمشق، كيدير لينا القشور، كيدير لينا جفاف البشره. فجوج حوايج نركز عليهم، هو انك تتبعي الوصفات اللي كنعطيك، ثاني حاجه تشربي الماء وغادي تبقاي مزيانه، وغادي تبقى لابو ديالك مزيانه، ما غادي تشحف، ما غتباني يعني لا خايبه لا حتى شي حاجه، بالعكس غتباني زوينه واخا ما تكونيش دايره الماكياج. فهاد الوصفه جربوها هانتوما البنات، شوفوا. المهم الغزالات ديالي، تسناو الفيديو الجاي غادي يكون واحد العكر، واحد مولاي العكر خطير 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 خطير. فتسناو الفيديو الجاي ان شاء الله، دائما الموعد ديالنا كيكون مع 8 ديال العشيه، فقلبوا تليفوناتكم، غادي نحط لكم واحد الوصفه واعره بزاف بزاف، راه ما غاديش تبقاي كاع تستعملي العكر العادي، وانما تبقاي تستعملي هاد الوصفه اللي غادي نحط لك. بوسه كبيره ليك، تهلاي فراسك، باي باي.